بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. حلقة النهاردة هي الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات خط الصعيد. تابعنا في 13 حلقة سابقة قصة حياة خط الصعيد لأول مرة على اليوتيوب. تابعنا محمد محمود منصور الصياد الفقير ابن قرية درونكا اللي كان جده محفظ للقرآن الكريم وفقيه. تابعنا الروايات اللي حولت حياة الخط من صياد فقير لابن ليل. شفنا الصفعة من شيخ الخفراء للصياد الفقير محمد محمود منصور اللي حولته لمارد الجبل زعيم مطاريد الجبل خط الصعيد. تابعنا بعد كده عواد صالح وأحمد عبد الغفار قرصان النيل ومغامراته. تابعنا اندماج عصابة الخط وعصابة عواد صالح وإزاي تكونت فرقة الموت أو فرقة المطاردة سنة 1946 برئاسة الملازم أول محمد السعيد هلال. الملازم أول محمد السعيد هلال اللي خاض الأهوال وزار خالتي فضة أم الخط ورشيدة زوجة الخط وتخفف ملابس بلدية واصطحب أحد زملائه لبيت البغاء وقابل سميرة عشيقة الخط وملكة الجنيزة. قابلها وحاول يغريها بالمال عشان تسلم الخط ولكنها رفضت تماما. تحملت سميرة الضرب بالسياط من معلمتها المعلمة زينب ولكنها لم تستسلم وهزمت هلال أفندي في النهاية. تابعنا المطاردات للخط من فرقة الموت والخطط الفاشلة والجزار اللي استغل البوليس عشان يهرب الحشيش، أوكار العصابة، العالم السري لبيوت البغاء الرسمي المرخص. تابعنا تحالف الأغنياء والأثرياء مع أولاد الليل، وفي النهاية لم يقع الخط إلا بالخيانة لما أبلغ حمدي خليفة عمدة جحدم حامي الخط وحليفه، لما أبلغ الضابط هلال أفندي واتفق معاه على خطة للإيقاع بالخط عن طريق اختطاف الصبي شوقي عوض والاتفاق مع الخط على موعد ومكان تسليم الفدية، وتم قتله على الفور من فرقة الموت أو فرقة المطاردة. وفي النهاية أنكرت الأم خالتي فضة أن الجثة لابنها، ولكنها اعترفت بعد مماطلة اعترفت أن الجثة هي جثة ابنها الخط. زي ما حكينا في الحلقة اللي فاتت، يوم الجمعة 8 أغسطس سنة 1947 في الليلة دي تسللت فرقة المطاردة أو فرقة الموت بكامل أفرادها وأسلحتها للبحر الأخضر، تخفوا وسط ذراعات الذرة. والساعة 6 صباحا سمع أفراد فرقة الموت دوي 11 طلقة رصاص، وظهرت أقدام رجلين فتحت عليهم فرقة الموت نيران بنادقهم. تحول جسدي الرجلين لمزرعة من الرصاص. أعلن حمدي خليفة عمدة جحدم أن الخط هو اللي مات، ومات معاه تبع الأمين أبو الصالحين. قال حمدي خليفة عمدة جحدم في فرح شديد: الخط، الخط وأبو الصالحين، الخط مات يا أولاد. سأل هلال أفندي حمدي خليفة وقال له: أنت متأكد يا شيخ حمدي؟ من شدة فرح حمدي خليفة نسي أنه بيتحدث مع حضرة الضابط هلال أفندي وهزه بعصبية وقال له: إلا متأكد، هو الخط، الخط انتهى يا حضرة الضابط. وصدق أبناء حمدي خليفة على كلام والدهم وأكدوا أن الخط مات. انطلقت مئات الأعيرة النارية من بنادق فرقة الموت تدشن الانتصار العظيم على الخط بعد ما دوخ ثلاث حكومات وانقلبت الدنيا. وصل المأمور وحضر حكمدار الشرطة، سيارات رجال النيابة، كله وصل لقرية جحدم، آلاف وآلاف من الأهالي من القرية ومن القرى المجاورة. اجتمع هلال أفندي بمأمور مركز منفلوط اللواء عبد الحق الرفاعي، تناقشوا ازاي يبلغوا الحادث الجلل ده للمسؤولين في القاهرة. خبر مقتل الخط مش خبر عادي، ده خبر يهم كل الناس من أصغر فرد لحد رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي وجلالة الملك فاروق شخصيا، يهم الصحافة والإذاعة والأحزاب، خبر يهم كل الناس. انتهت المناقشة واتفقوا على إرسال إشارة قصيرة نصها: قتلنا الخط ونحن في مكان الحادث. في مسرح الأحداث ومسرح المعركة حدثت مشادات كبيرة وكتيرة بين أعضاء فرقة الموت وبين الأهالي
اللي كانوا بيرغبوا في التمثيل بجثة الخط. كثير من الأهالي كان لهم دم في رقبة الخط، وكثير من الأهالي ذلهم الخط وفرض عليهم الإتاوات وقلع زروعهم أو حرمهم من أبنائهم. كلهم حضروا عشان ينتقموا من الخط ويمثلوا بجثة الخط. تم فرض حراسة مشددة وقوية على جثة الخط، تم تغطيتها ببطانية. لم يرفعوا البطانية عن جثة الخط إلا لما حضرت خالتي فضة، وحضرت معها رشيدة زوجة الخط وولده الوحيد هاشم. أخذ هلال أفندي خالتي فضة من إيدها وكشف البطانية عن وجه القتيل. كشفوا بالكثير من الزهو والفخر والثقة. لابد إنها تتعرف على جثة القتيل وتسجل شهادتها في محضر النيابة عشان يعتبر الخط ميت بالفعل بشهادة والدته خالتي فضة. نظرت خالتي فضة العجوز القاسية الجهنمية بجمود وقالت: مين ده؟ مين ده؟ ارتعب هلال أفندي، كاد يغشى عليه ويقع من طوله. أحس هلال أفندي إنه شرب أكبر مقلب في حياته، وقال لخالتي فضة: يا خالتي فضة، أنت مش عارفة مين ده؟ ردت خالتي فضة وقالت: أبدا، أعرفه منين؟ جن جنون هلال أفندي، واقترب مأمور مركز منفلوط اللواء عبد الحق الرفاعي منها وقال لها: مفيش بينك وبينه أي معرفة؟ قالت خالتي فضة: ولا عمري شفته. أمسك الضابط هلال أفندي مؤخرة رأسها بقبضتي يديه ودفع وجهها تجاه جثة القتيل في عصبية وسألها: شوفي كويس؟ قالت خالتي فضة: يا عيب الشوم، هو أنا عمية يا ابني؟ وضحكت خالتي فضة العجوز الحيزبون ضحكة أسية زلزلت كيان الجميع ومشيت في الزحام. واقترب منها اللواء عبد الحق الرفاعي مأمور مركز منفلوط، فقالت له خالتي فضة بلهجة قاطعة: إذا كان ده اللي قتلتوه فده مش ابني، شيله يا أخويا شيل. وضربت كف بكف وقالت: هو كل قتيل تجيبهوني أشوفه؟ هي الحكاية إيه، رمي جتت ولا إيه؟ أما مصايب. مشيت خالتي فضة بعد ما ألقت القنبلة، مشيت بهيبة وثقة توزع نظرات شماتة واحتقار على الجميع. هنا ارتفع صوت مأمور مركز منفلوط اللواء عبد الحق الرفاعي وطلب الطبيب الشرعي، وطلب تشريح جثة القتيل، طلب تشريح جثة الخط. انهمرت الخالة فضة بالبكاء والنحيب وصرخت: ده ولدي، ده ولدي. وجثت على ركبتيها بجلبابها الأسود وفضلت تصرخ وتنوح بنشيدها الجنائزي في عزاء ورثاء ابنها الخط، وقالت: يزرق العينين يا كايد الحكومة يا محمد، يشقر يا وليدي يا محمد. واعترفت الخالة فضة في النهاية بأن دي جثة ابنها الخط، وبالتالي تم تأكيد مقتل أو مصرع خط الصعيد. كان سقوط الخط هو بداية النهاية لدولة وأسطورة أولاد الليل، لأنه خلال السنوات التالية سقط معظم أولاد الليل في إيد البوليس سواء قتلة أو معتقلين. كانت محتويات جيوب الخط غريبة زي حياته العجيبة. كان في جيب الخط بعد قتله 60 قرش فقط، ومصحف عليه اسمه، وساعة وثلاث أحجبة، وصور فوتوغرافية لفتاة في ملابس الفرح مكتوب عليها اسمها، وهو عايدة رياض دوس من المنيا. وكمان وجدوا إمساكية شهر رمضان المعظم. دي كانت محتويات جيوب الخط بعد مقتله. الخط كان غريب، كان بيعتقد انه متدين، كان بيصلي ويصوم ويقرا الفاتحه دايما لمقام سيدي الشيخ بخيت. الاحجبه اللي وجدت في جيب الخط كانت هدايا من عشيقته حميده زوجة الغفير مدبولي، اللي اقنعته بانه يحمل حجاب ضد الرصاص عشان ما يموتش قتيل. اتهمت خالتي فضة البوليس بانه سرق الخط بعد موته. قالت خالتي فضة للاستاذ محمد حسنين هيكل، وده كان الصحفي الوحيد اللي تقابل معاها وكان بيعمل في مجلة آخر ساعة. قالت خالتي فضة للأستاذ هيكل: أين أمواله التي كانت معه عندما ضربوه؟ قال لها هيكل إنه مش من المعقول إن البوليس يسرق الخط. قالت خالتي فضة: سرقوه وحياة المصحف، وإلا أين نظرته المعظمة؟ بعد كده تم نقل جثة الخط للمديرية لاستكمال التحقيق. تم اتهام عمدة جحدم حمدي خليفة بقتل الخط. بدأ حمدي خليفة يدافع عن نفسه باعتباره كان في حالة دفاع شرعي عن النفس،
وخاصة بعد ما تبين أن الرصاصات الحداشر اللي أطلقت قبل مقتل الخط كانت الرصاصات دي استقرت في جسد 2 من أقارب الطفل المخطوف شوقي عوض، واللي تم استخدامه كطعم لاصطياد الخط، لأن الخط كان قابل الشخصيتين دول اللي هم من أقارب الطفل المخطوف بالصدفة، وظنوا وافتكر الخط أنهم بيحملوا معهم الفدية اللي اتفقوا عليها. ولكن الشخصين دول ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن الموضوع تماما، ولا كان معهم الفدية. ظن الخط وافتكر أنهم بيتجاهلوه وبيستهينوا به، فاستفزوا ذلك وأطلق عليهم 11 رصاصة، ودي كانت آخر رصاصات أطلقها الخط في حياته. وبالتالي صمم حمدي خليفة وأصر على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس. أصر البوليس أنه يدشن انتصاره على الخط. أمر عباس بيك عسكر حكمدار أسيوط بإعداد سيارة لوري من سيارات البوليس، وضعوا فيها جثة الخط وجثة أبو الصالحين، ومعهم خالتي فضة ورشيدة زوجة الخط اللي كانت بتحمل ابنها هاشم على دراعها. ركب عباس بيك عسكر الحكمدار ومعاه اللواء عبد الحق الرفاعي مأمور مركز منفلوط في سيارة تقدمت اللوري اللي بيحمل جثة الخط وأبو الصالحين، وخلف الموكب سيارة لوري أخرى بتحمل فرقة الموت بكامل أفرادها وأسلحتها. صار الموكب في شوارع أسيوط الرئيسية وميادينها الكبيرة. كان الناس والأهالي بيقفوا على جانبي الطريق يشاهدوا ويشوفوا زفاف الخط للموت في الموكب المهيب احتفالا بمسرع الخط. انتقلت جثة الخط لقرية درونكا، وكانت المصادفة ان يوم موت الخط كان هو يوم عيد السيدة العذراء. كان أهالي الناحية مسلمين وأقباط متجمعين حول الدير يحتفلوا بعيد السيدة العذراء. كانت جموع الأهالي لا حصر لها من أهالي القرية والقرى المجاورة بيملأوا طرقات وشوارع القرية، شاركوا كلهم في جنازة الخط، وأطلقت الكثير من الأعيرة النارية. كانت جنازة الخط جنازة فخمة مهيبة كما يليق برجل من زعماء أولاد الليل. وراء جثته كانت خالتي فضة بتطلق صراخها ونشدها الجنائزي في وداع ابنها الخط. كانت بتقول يا أزرق العينين يا كايد الحكومة يا محمد، وأطبق ظلام القبر على الخط وتحاسب على كل اللي عمله. كانت خالتي فضة أدلت بحديث للأستاذ محمد حسنين هيكل أكدت فيه أن الخط كان هيسلم نفسه، وقالت أنها نصحته بكده، ولكن الخط كان بيخاف من المصير اللي لقاه أخوه توفيق بعد ما دبر البوليس مؤامرة قتلوا فيها لما ما قدروش يقدموا للنيابة أي أدلة ضده. ملأت أخبار الخط الصحف، واللي يلفت النظر وبشدة ويدعو للدهشة والعجب إن رواية قتل الخط اللي ذكرتها كل الصحف وقتها بتختلف اختلاف جوهري وكبير عن اللي ذكر الملازم محمد السعيد هلال قائد فرقة المطاردة بعد كده في مذكراته. الصحف وقتها قالت وروت القصة اللي سجلت أمام النيابة العامة، واللي بتقول في الصباح خرج الخط إلى رأس الطريق ينتظر الفدية، فوجد أخوي الفتى المخطوف شوقي عوض فسألهم عن الفدية، وما كانش العمدة حمدي خليفة أخبرهم بموضوع الفدية، فظن الخط إنها مؤامرة عليه وساقهم أمامه في حقل الذرة، وشافوا واحد من اللي بيرعوا أغنامهم فطار للعمدة حمدي خليفة عمدة جحدم وأبلغه. فسارع العمدة إلى هناك ومعاه عدد من أقاربه، وأثناء ما كانوا في الطريق سمعوا صوت رصاصات اللي هي الرصاصات اللي أطلقها الخط على الأخوين من على بعد 800 متر في أرضهما قتيلين. وصل العمدة حمدي خليفة واللي معاه وأطلق الخط رصاص، فاختفى العمدة في حقل الدرة ومعاه أولاده وأقاربه، وانتظر الخط أنهم يخرجوا من الناحية الأخرى من حقل الدرة، ولكنهم لم يخرجوا وكمنوا وتخفوا في حقل الدرة، وبعد كده أطلقوا عليها الرصاص ومات الخط. دي الرواية اللي تناقلتها الصحف وقتها. في رواية أخرى تانية بتقول وبينما كان الخط يقف أمام العمدة أطلق ابن العمدة النار على الخط فسقط قتيلا، وأطلق العمدة النار على زميله أبو الصالحين فسقط يتخبط في دمه. على كل حال اللي شاع وقتها أن العمدة حمدي خليفة عمدة جحدم هو اللي قتل الخط، وبسبب كده تغنت الخالة فضة في جنازة وداع ابنها الخط وقالت ياللي كت الحكومة وما طلتكش يا محمد. ولكن والحقيقة واللي ذكره الملازم أول محمد السعيد هلال قائد فرقة المطاردة بعد كده وذكر ده في مذكراته، إن اللي قتل الخط
هي رصاصات فرقة الموت ورصاص البوليس وليس حمدي خليفة عمدة جحدم. والتفسير الوحيد للتناقض ده هو ان البوليس فضل ان حمدي خليفة عمدة جحدم يتحمل مسؤولية دم الخط ومقتل الخط باعتباره في حالة دفاع شرعي عن النفس، بعد ما كثر استعمال البوليس للتعبير ده كتبرير لعجزه عن الحصول على المتهمين احياء وتقديمهم للقضاء وتقديم الادلة الكافية ضدهم، وتفضيل البوليس دايما انه يقوم بقتلهم واعدامهم بحجة انه في حالة دفاع شرعي عن النفس. ومع ذلك البوليس لم يسلم من نقد الصحف ولا من ألسنة الصحف، زي جريدة السواري اللي علقت على التحقيق مع حمد خليفة عمدة جحدم لإثبات أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس. قالت الصحيفة أن الخط قتل بيد العمدة حمد خليفة وأقاربه بطريقة تناهت في البساطة بعد أن دوخ بوليس مصر بضعة سنوات. أكملت الصحيفة وقالت أن المديرية سارعت بكتابة تقرير في الحادثة، وكذلك فعل المأمور، فأكد المأمور في تقريره أنه كان يعرف مكان الخط وكان يرسل إليه العيون والأرصاد، وهو الذي مهد للعمدة السبيل لأنه كان يزوره في نفس الليلة، ولكن العمدة لم يفاتحه بنية القتل. وينهي المأمور كلامه وتقريره ويقول بأنه يترك للداخلية تقدير مجهوده. علقت جريدة السواري على الخبر وسألت الداخلية: يا داخلية، هل المأمور تقرير واحد قال فيه حاجة من دي قبل ما يتقتل الخط؟ بعد كده أصبح الخط موضوع لعدة أفلام سينمائية أرخت لقصة حياته العاصفة. كان أول الأفلام دي الخارج عن القانون، مثل فيه الفنان فريد شوقي دور الخط، بعد كده فيلم الوحش، سيناريو الكاتب العالمي نجيب محفوظ وإخراج صلاح أبو سيف، مثل فيه دور الخط الفنان الكبير محمود المليجي. وفي الفيلمين الاثنين تم دمج شخصيتي سميرة وحميدة في شخصية واحدة، لعبت دورها في الفيلم الأول اللي هو الخارج عن القانون ممثلة ما مثلتش غير الدور ده اسمها مونة فؤاد، أما الفيلم الثاني اللي هو فيلم الوحش لعبت فيه الدور اللي بيشمل دور حميدة ودور سميرة لعبته الفنانة سامية جمال. تناول فيلم ثالث بعض فصول حياة الخط، كان الفيلم ده هو فيلم سلطان للفنان فريد شوقي. نشرت آخر ساعة قصيدة ساخرة بتسخر من مدح أعضاء الوفد لزعيمهم، جعلتها على لسان الأستاذ حسن ياسين عضو مجلس النواب وقتها، ولكن من المحتمل أن يكون صاحب القصيدة دي هو الشاعر الكبير كامل الشناوي اللي كان بيرأس تحرير مجلة آخر ساعة وقتها. قالت القصيدة: قتلوا الخطة أو رماه الرصاص، فعزاء يا مصطفى النحاس، وعزاء رجال وفد إذا وقفت ساعة مصر وعطل الرقاص، أو ترضى حكومة في شعوب الأرض فيها للنابغين اقتناص، أو يرمى الخط العظيم جهارا نهارا فأين القصاص، ليس في الكون مثله سراق عبقري وللدماء مصاص، مجلس الأمن كيف لا يتدخل، ليس من ذي التدخلات مناص، هجس مدعوه فهو بريء إن راميه كاذب هجاص، لك يا صاحب المقام الرفيع الفخر والصبر والرضا وخلاص، امضاء الباكي الحزين حسن ياسين. في العدد التالي من مجلة آخر ساعة نشرت المجلة إنها بتجري استفتاء حول آراء القراء في المصير اللي يجب إنه يقول إليه ابن الخط هاشم. دعت آخر ساعة القراء للإدلاء بآرائهم عبر البريد. كتب الأستاذ محمد حسنين هيكل في نفس العدد من آخر ساعة يطرح مشكلة هاشم ابن الخط، واقترح هيكل ان الحكومة تتولى تربيته في احد الملاجئ وانها تنفق عليه هو وامه رشيدة عشان يخرج من عباءة ورداء خالتي فضة، ومنعا من انها تربيه او انها تدفعه للاخذ بثأر ابوه الخط وتتكرر المأساة. كمان اقترح هيكل ان وزارة الاوقاف تدفع اعانة شهرية لأسرة الخط. كتب الملازم محمد السعيد هلال قائد فرقة المطاردة وضابط نقطة بني كرة واللي رجع ليها بعد سقوط الخط يرد على استفتاء مجلة آخر ساعة وقال: أستطيع من الآن أن أتوقع الحرب التي ستندلع نيرانها بين درونكا وبين جحدم عندما يكبر هاشم، ومع ذلك فأنني أقولها صريحة واضحة، ما ذنب هاشم؟ إن الحكومة يجب أن تتبناه. ده كان رأي الملازم محمد السعيد هلال قائد فرقة المطاردة. كتب أحد أمناء دار الكتب معترضا على كل ده
وتبنى نظرية إن الجريمة وراثة، ورفض تبني الحكومة لهاشم ابن الخط، وقال في الشعر اللي قاله: غديت بدرنا ونشأت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. زي ما احنا شايفين في الصورة مجلة آخر ساعة وموضوعها بعنوان ابن الخط هل تتبناه الحكومة، وصورة هاشم ابن الخط بتحيطه علامة استفهام. تلقت مجلة آخر ساعة أكتر من 500 إجابة على سؤالها واستفتائها عن ابن الخط ومصيره، كان أكثر من نصفهم رفض أصحابها أن الحكومة تتقدم بأي معونة أو مساعدة أو بأي شيء لابن الخط هاشم أو لأي شخص من أفراد أسرته. أكدت نتيجة الاستفتاء استفتاء آخر ساعة أن في شيء من القسوة يملأ القلوب، كان العنف اللي أذى النفس الإنسانية المصرية في الوقت ده ترك ردود أفعال متباينة ومركبة، لدرجة أن بعض المستضعفين والفقراء والباحثين عن العدل والإنصاف كانوا تطوعوا للإفتاء بجواز حرمان هاشم ابن الخط من الحياة بتأثيم الخط وأسرته ونسله. في النهاية المشكلة مش مشكلة هاشم ابن الخط وحده، كمان مش مشكلة الخارجين على القانون، لأن القانون عشان يحترم يجب أنه يكون قانون إنساني، واحترامه مرهون بأنه يسوق ويحمي علاقات إنسانية بين الناس، علاقات ما فيهاش لجوع ولا فقر ولا قهر ولا ذل ولا لطمات ظالمة، عشان يتنفس الجميع هوا نقي يعيشوا حياة كريمة تليق بالإنسان والمواطن المصري، حياة بلا أفيون بلا عنف وبلا بنادق. وبكده بتنتهي سلسلة حلقات خط الصعيد قدمناها في 14 حلقة لأول مرة على اليوتيوب. أتمنى أنها تنال رضاكم وأن عمل المتواضع ده يعجبكم وينال رضاكم. مصدرنا في الحلقات كان كتاب أفيون وبنادق للأستاذ صلاح عيسى، ومذكرات الملازم محمد السعيد هلال قائد فرقة المطاردة، واللي برضو في معلومة مهمة أحب أنوه عنها أنه كان بعد كده رجع لنقطة بني قرة، وبعد فترة ترك البوليس كله وعمل بالصحافة. كمان في مسلسل في الستينات كان اسمه مسلسل المطاردة، المسلسل ده بيحكي القصة الحقيقية لخط الصعيد، والشيء اللي أنا دهشت وتعجبت منه إن كاتب قصة المسلسل اللي هو مسلسل المطاردة كان هو الملازم محمد السعيد هلال بعد ما ترك البوليس وعمل بالصحافة. أتمنى إن عملي المتواضع ده ينال إعجابكم ورضاكم، وأتمنى أنكم تدعموا الفيديو باللايك والشير. إلى اللقاء أصدقائي الأعزاء في حلقات جديدة، دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.